السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. تحية خاصة وسلام لكل الأخوة والأخوات. نجي للجماعة. انا ما افتح لي الباب من الصبح لين من زحمة السيارات، اخر شوية. واليوم الجو عاصف، اليوم الجو عاصف بداية شو اسمه، هم قلت شو اسمه، الدنمارك تحذر الانواع الجوية من امطار غزيرة وخطيرة. اليوم راح هذا هم حسب قولهم، انا بهي شغلات انا ما اثق، علم الغيب ما علمه الا الله، بس مرات يقول لك اكو مثل يقول كذب المنجمين وان صدقوا، وهم مرات هواي هي هاي بعد علم الفلك ويدرسون ويعرفون، ومرات يعني اكثر الاحيان تصيب يعني شغلات، بس انا مجربها مرات يقولون باكر مطر وباكر كذا، ولكن يطلع الكلام غير صحيح غير مضبوط. الله قادر أن يغير الأحوال من حال إلى حال في رمشة عين. شوف الهواء، يعني مبين الهواء والجو بي، فحذروا أهل المناطق وأهل الطوابق الأرضية من فيضان يصير. فذني راح افتح لها الساعة، ابقوا وياي يعني. من افتح لي ذكرني بالشون ذا شيب. والله اليوم بها هواء، والهواء يمكن يخوف حتى ذا طارن، الهواء يخوف، فلازم اطلقهن حتى بالمطر اشوفنهن حل هن اذا مطرت. يزن يطير، وهذا انا ما راح اطعمهن، ما راح اعطيهن اكل، ليش؟ حتى يجن، ما اعطيهن الصبح اكل. اذا جبت الحنطان طهن شوية، خلنا نفتح لنا وبيت الطيور يطبن لنا فنة. طار ذيش راحت والله. طارت وحدة راحت للبحيرة، بس ما صورتها، صورتها يعني منها بس ما كنت متحضر لها. اوه، والبارحة الطير هذا المسكي الفضي، اكو اخ من الاخوة قال لي قص ذيله ويظل يطير، والله قصيت ذيله طار الطير، طار يمكن ساعة ب 12. وحط 12 ونص، طار نص ساعة تقريبا، بعدين حط على بيت ذول اللي ما يحبون الطيور. حط على بيتهم تقريبا 5 ساعات، 6، بعدين طار راح اطلع على ذاك بيت لحد الان من امس، واليوم من امس الساعة ب 12:30 لحد الان، حط على هذا البيت
مال ذول اللي يكرهون الطيور جيراننا بيت ابو بوبي، عشان كذا اسمه بوبي اصلا ما اعرفهم هم ذولا ليش؟ لان ما لا يختلطون بواحد ولا يعني انا مسولف عنهم هم مو موضوعنا، بس هيك معلومه صغيره يعني. هاي هنا الناس في قاعة هذا البيت الأحمر يم البحيرة، مناسبات عيد ميلاد يلعبون ورق قعدات اقتراح أخذ آراء، يزرعون يرتبون ينفون يسوون شغلات يتبرعون. هذا ما مشارك المنطقة ومرته تتمنى. أنا طبعا هي ما قالت لي بس مبينة طيبة، بس هو هم ما يخليها يعني، قالها هذي نقعد ببيتنا وما لنا علاقة بباح. يعني هيش بس ما له علاقة، لا ينافق لا على واحد ولا يتدخل بشؤون واحد، معتكف. حتى الطيور ما يحب تحط على ببيته، حتى الطيور ما يحب يحطن ببيته. ذيك المرة هو هذا الطير اول ما جبته فرخ والله حط على القمرية، بس حط رجليه ما ادري قمز عليه عبالك شلون، شايفين عنكبوت من يصيد حشرة ما ادري مباشرة، بس حط رجليه قمز عليه بس طيره قام يطيق بالهاي مظلة مالك. وهاي قبل فترة الطبانة هم صورت لها فيديو، بس لما تعيش فلشة فحطيتهم الفضي ما حد شافه على المدخنة، وموجودة إلى فيديو هم موجود صورته شلون طار وشلون حاط. بعدين طار من ذولا حطل على بيت يبعد عنهم يمكن رابع بيت، ومنمس واليوم بات عدهم أدري يجي ما أدري اليوم، حتى عدة فراخ ذنيتش والطائرة مالته بيضت هسه ذني من يزق لهم، بس يجي قصة طير هيجي سلالة تعبانة أنا ما شايف، يعني تحط نهار كامل على البيت ما تجوع ما تعطش، عجيب غريب. يده طبعا أنا نقرد الطارق، شوف شلون خفت جناح ما شاء الله. يده انا قريت طارت راحت للبحيرة، اذني يجردن هنا الطيور الحمام هم عوسن اكل. والبارحة يوشا اجاها مولود صغير، مولودان صغيران لا والله هاي نقرد موجودة هايها، اكو غير هذيش الطارة، هاي اللي اكو وحدة التطير تشبه حمدية من ذن اللي شابها. نشوف والله نقرد لو مو هي. هي نقرد العفو يا با نقرد لا والله مو انقرد العفو العفو والله صدق مو انقرد، هاي انقرد موجودة الطارت مو انقرد، حتى لان هنا سبع لان طير
هياها جايه يمكن راح تطير والله. راحت للبحيره لان الجماعه طارت. سمعوا صوت السيارات؟ يعني حتى من الناس سمع صوت السيارة، حتى لو طلعن بالعالي تجي السيارة بلكة تعود واحد ناصي منا. شوف ظلنا في حلة ذن اثنين. خل نروح احنا ارد اجيب لي سيلفي واصور. لك يوم اشتريت لي واحد وطلع الدقمة مالته ما تشتغل. شوف سبحان الله، اي شيء ينسكن يبين عليه السكن، والمهجور يبين مهجور. والله هذا البيت مال البط ذاك كان فعلا كان بيت مهجور، بس هسه مو داس داسنه صار كان بيت مسكون. داسن هذا الادغال كانت يم مخيمه عليه. طبعا هاي البحيرة مليانة سمك كارب، يمكن بيها كبار ما ادري، بس هو اكثر شي صغار جاي اشوفه، واكثر شي ملون والله حلو. انا مصوره قبل فترة بس ما يبين على قرب. ابيض واكو اصفر واكو برتقالي. اذا شوية جو حر يصير يعني قريبات على سطح الماي، ويصير مجموعة جروبات هيك ماشي طلعن حلوكن على الماي قريبات. يصير شلون مو مزهرات، مزهرة تقلب بطنها، لا هن ما ادري ياكلن شي ما ادري شنو. يصير المجموعة دائرية قريبات من الماي.
ذن الاحجام الصغيره، مرات اشوف شويه ام حجم كبير تكون شويه ما تتقرب، يعني تنشاف بس مو مثلهن، قريبات كلش على الماي، على السطح مال الماي. شوف اخوان، هذا البيت مال البط، من هاي الصفحة اكو كوخ، ومن اجي من هناك من البيت اكو كوخ جنت هناك واقف، ومن هناك متروح على الشارع تبليطهم، يعني ثلاث كواخ. ذاك يوم احد الاخوة سألنا عنه، قال لي شنو هذا الكوخ، هذا هم يسوون مو بس بهاي البحيرة، اغلب البحيرات يسوونه اهل المنطقة ويخلوه هنا، حتى الخضير يتكاثر بيه ويتونسون هم واطفالهم عليه، يجون يباعون عليه انهن فراخ. هذا يسمونه دعم لهذا الطير. هوا شنو غطته بعد ما جت من غير طريق لو شنو؟ ايه هيا ده سواد وعبيدان ما هنه، بس القص توستن مصورهن فيديو قصير، ارده هذا دمجه. سواد وعبيدان قبل كنا انا واخوي الصغير، اذا هاي سوى هاي الحركة هاي نموت من الضحك، عقل طفل. اي مثل هاي. هناك طلعت صدق، لو قالوا الهواء ذا بيد بنادم يقطعه، والله العظيم اكبيها ناس صدق لو الهواء بديهم يقطعوا قسما بذات الله. يعني هسه الكلام الطيب ترى مجاني ببلاش، مثل ما اكبيهم البعض، يعني ما اقول الكل، فئه شرذمه قليله كلش. يعني قل انت بدل ما تكتب لك تعليق سلبي، هو نفس صابعك ذني ونفس الموبايل ونفس الكيبورد تكتب لك كلام حلو ما تعرف، وكت كم واحد يدورك يعني زله لسان يعني باللغة الدنماركية او بالعربية يدور، يعني متان شوكت واحد يغلط يحكي له كلمة غلط يسولفها. بس هو انا سبق وقلت الاناء ينضح بما فيه، وما اطول بهذا الحديث ما له علاقة.
بس العالم ليش ما تطور نفسها ما ادري. طلعت مو بس النحلة تتغذى على رحيق الأزهار، واي حشرات، بس النحلة تجني العسل وذني لا بس ياكله يترس بطنه ويروح. شوف اخوانها هاي شجرة كرز ما اكلتها الطيور الثمار، بس هاي باقية وحدة ما ادري، لا رايج وطايح بالقاع يعني. شوفوا هاي الوحدة، هذا كرز شوفاي. هنا مكان ترفيه او لعب للاطفال، مراجيح مسوين ما اعرف شنو. تاير مال سيارة مسوي. والارض رمول شو اسمه حصو ناعم، حتى اللي يطيح ما يعوره. ساعة وتهب الريح والصعد خربت، ساعة وتهب الريح، ساعة وتهب الريح، ساعة وتهب الريح، والشعر يصعد فوق مثل المراجيح من يقبل الليل دمع الندى يطيح. شبعت شفصات. شوف ذاك البيت الصغير
هنا الوالدين يعني يجون يقعدون ويا اطفالهم يشربون مشروبات غازية او فتشي، واطفالهم تلعب ياكلون شغلات. شوف هذا بيت للعب مال الاطفال، كنا بيت مال كلب فلام كارتون. رحلة هاي كان هم شنو، بس خوش بيت مال طيور يا ولد. للخضيريات ينجح هذا شلونه، هذا البيت للايجار. هسه شنو انا جاي اسوي دعايه شنو، ما تقول لي. وان ذاك الفضي من امس الظهر لليوم هذا المكان. شنو هالطير هيش عقليه خايسه، ما ادري شنو هذا، لا ينش ولا يطير ولا قال هالله. نميس الظهر اليوم. هاي الزهرة نسيت اسمها بالضبط، تشبه البامية وبها الوان، تطلع عندهم هيج بين الرصيف بين شغلات يعني هيج من كيفه، بس هي زهرة منزلية بس مطافلة على الشارع. خل ارجع للبيت لا شد اسمع باب العالم اصور وشي. دول الناس بالبيت ما اعرفهم، لا اعرفهم تاع حاجيتهم من نميس بس ما اعرف. فالى هنا اقلكم او اقلكم في امان الله.